الجوهرة بس خلنا نشوف الأسئلة وارجع لكم. أبي تمارة تمارة بعد تمارة أذكر واحدة تمارة. أنا أحلى واحدة في شبيها الخائسين. تحمل بيضة. طحق لا منك. هذه اللي حقت المصري اللي شموم فيها كذا. لذيذة حقك. لذيذة. مرة. وش تبين؟ أبي زي. وش تبين؟ لذيذة. سمكة؟ ها؟ سندوتشة. سندوتشة؟ أبشري. تعالي. في طماط؟ في طماط. ها؟ تبي تاكلين؟ ايه. ها؟ ابي الطماطة. يلا. طيب في ملح؟ في ملح؟ ملح. داخل مطعم انتي؟ طيب في ملح او شيء؟ لا ما في ملح. يلا. يلا اجلسي هناك سارة حبيبتي. شاطرة يلا اجلسي هناك. جلسة سارة عندكم يلا. شوف شو اسمه؟ الأسئلة اللي وصلتنا اليوم من الجوهرة. راح ناخذ الجوهرة وأكيد الجوهرة عندها إجابات. عندك إجابات يا الجوهرة؟ لا ما في كذا، بدينا نبغى إجابات. أول شيء رحبي بالمشاهدين وعرفيهم باسمك. يلا يلا رحبي في المشاهدين. إيش بتقولين؟ اسمك يلا قولي اسمك. جوهرة مشاركة. لا أبغى ترفعين صوتك أكثر، أبي صوتك عالي. يلا الجوهرة مشارك بافي. نعم يا الجوهرة. طيب أبغاك تقولي اليوم اسمك بالإنجليزي. يلا My name is الجوهرة مشارك بافي. حلو ما شاء الله عليك. كم عمرك؟ 5 years old. ما شاء الله عليك. تتكلمين إنجليزي كثير يا الجوهرة؟ زي إيش تتكلمين؟ أتكلم. يلا قولي كلام كذا عن أي حاجة بالإنجليزي. كيف أقول كثير؟ يلا قولي زي يلا. لازم أقول بالعربي. لازم تقول بالعربي مو بالإنجليزي. يعني أسألك بالعربي تجاوبي بالإنجليزي أنت. أها ما شاء الله. طيب أنتوا أول ما جيتوا هنا يعني جيتوا بنوتات ودخلتي معاهم في بنوتات، الناس شافوك صح؟ لما رحتي المدرسة قالوا الله شفناك وصرتي مشهورة صح؟ إيش قلتي لهم أنت؟ ما قلت لهم شيء. وش قالوا لك لما رحت هناك المدرسة؟ ما قالوا لي شيء. ها؟ قالوا لي شيء. ما قالوا لك شيء؟ طيب انت الجوهرة القويفل صح؟ القويفلي. طيب القويفل يقولون انهم قويين، ليه؟ شو السبب؟ عشان يشجعون الهلال. عشان ايش؟ عشان يشجعون الهلال. يشجعون الهلال. يعني عشان كذا صاروا قويين يعني؟ ها؟ ايه. طيب أنا أول مرة صراحة المعلومة هذه جديدة، لكن عاد أنت حرة بالأجوبة يعني. تعال اجلسي هنا، أنت حرة بالأجوبة. طيب يقول لك طيب أنت تحبين المكياج صح؟ شو تسوين بالمكياج إذا دخلتي؟ تعالي اجلسي تعالي 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 اجلسي تعالي اجلسي هنا اجلسي. ايش تحبين انتي مكياج؟ من نوع من المكياج؟ وش المكياج اللي تحبينه؟ اعطيني نوع من نوع المكياج اللي تحبينه. حرام. طيب. احب المكياج. انا تشيلي هذا. راج يعني بس. بس. غيره؟ ما احب شيء. ما تحبين حاجة؟ طيب عندك اخت صغيرة بالبيت دائما تتهاوشين انت فيها وتضربينها وتاخذين شعرها وتمعطين شعرها صح؟ لا مو انا، هي اللي تمزق. مو بانتي؟ لا. عندنا فيديو ترى موجود. لا مو بنا. مو انت اللي تمدين شعرها وتطقين اختك دايم؟ لا مو بنا. اكيد من هي اللي اجل يمد شعرها ويطقك؟ اختي يعني. مين اختك؟ شو تسوي لك؟ علمينا شو تسوي لك بالبيت. تشد شعري. ايه دايما تدخل اشياء. حلو. شو تسوي لك بعد؟ طب انتم رحتوا دبي صح؟ صح. رحتوا تركيا؟ رحتوا الهند؟ الهند؟ لا ما رحت الهند. ما رحت الهند؟ طيب رحتوا مصر؟ مصر. ها؟ رحتوا مصر؟ وش أحسن منطقة رحتوا لها؟ كيف أحلى منطقة؟ يعني وين اللي رحتي حسيت إنك مرة هناك مبسوطة لما رحتي؟ ما انبسطت أبد. رحتي الأهرامات في مصر؟ رحتي شرم الشيخ؟
والشيخ. رحت القاهرة؟ ايه. واسكندرية؟ ايش سويت هناك بمصر؟ اسكندرية. رحت اسكندرية؟ اسكندرية. اسكندرية رحتوا لها؟ اسكندرية. ما تعرفينها؟ شكلك ما رحتي مصر. الا رايحة. شكلك رايحة شو اسمه؟ الجرادية. ها؟ الا رايحة مصر. وين رحتي الثمامة؟ شكلك شفتي الطعوس قلتي بس هذه. أكيد طيب وين رحت في مصر؟ وين رحت في مصر؟ يلا رحنا الأهرامات وبس. رحت الأهرامات أكيد مو بطعوس الثمامة؟ ها؟ رحنا الأهرامات وخلاص بس وقفنا ورحنا نركب السفينة. ركبت السفينة؟ مش لقيتوا هناك بالسفينة؟ عضتني نحلة. عضتك نحلة؟ وأنت بالسفينة؟ لا مو أنا بالسفينة. رحنا إيه ايه وعضتني السفينة نحلة. ايوه بيدي. يعني عضتك السفينة ولا النحلة؟ النحلة. ما في سفينة تتكلم ما تعض. سفينة ما تتكلم. بس انت من السعودية ولا من مصر؟ من السعودية. طب ليش رحت مصر؟ عشان نبي نشوف مصر. تبوا تشوفون مصر بس؟ نبي تشوف ابو سالم. ابو سالم؟ طيب من اكثر شخص يجيب لك هدايا؟ بابا وماما. ايه وخلاليم ويما. من هي؟ خلاليم ويما بس. وخالك خالتك ريم ويما؟ قصدك جدتك. جدتك شافتك بالتلفزيون؟ كل يوم تشوفك بالتلفزيون جدتك؟ عندي ثلاثة جدة. ما شاء الله عندك ثلاث جدات. ما شاء الله الله يحفظهم يطول في عمرهم ان شاء الله. ام يما. ايه طيب بس لا تنظرين هناك. لا تنظرين هناك. لا تنظرين هناك. نظري ايه؟ نظري الكاميرا هنا. ايه يلا. ايه امك يما ومين؟ امي ندى. حلو. وامي ثلاث جدات ما شاء الله عندك. واحدة ماتت الله يرحمها. ايه الله يرحمها ان شاء الله. حلو. بنات ما نسمع الحين الكرسي هنا؟ ما نسمع؟ اجلسي. يلا اجلسي مركزة اجلسي. لا اجلسي يلا. وجدتي؟ ايه؟ اللي بالقصيم. حلو. وامي اللي بالبيت اللي هنا. اللي بالبيت اللي هنا. الله يحفظهم ان شاء الله، كانوا يتابعونا الله يطول في عمرهم يحفظهم يخليهم لك ان شاء الله. يشوفون عيالك، قولي امين. امين. وعيال عيالك. قولي امين. امين. يعطيك العافيه. طيب ابوك اذا عصب عليك اذا عصب وش تقولي لي انت اذا عصب بابا عليك؟ لا ناظري هنا كاميرا، هنا ناظري كاميرا. ادخل بالغرفه. تنحشين عنا يعني؟ ما تقولين ولا كلمه؟ ليش يعصب عليك بابا طيب؟ ما يعصب علي ابدا. طيب انت رحتي مصر صح؟ لما رحتي مصر ما فهمتي كلامهم. فصرتي تتكلمين معاهم بانجليزي، تقولين هذول كيف هم عربي يتكلمون كذا؟ تحسبينهم يعني يتكلمون؟ لا اتكلم عربي مثلهم. لما رحتي مصر ايش كانوا يقولون؟ طبعا اشرحي لنا مثلا لما يتكلمون في مصر يقول لي يلا. تكلم عربي بس. لا هم شلون يقولون لك يعني؟ ما ادري. ها؟ كيف اتكلم وانا ما اعرف؟ يعني مثلا لما تروحين صبح صبح يا عم الحق يقولون كذا؟ سمعتيهم؟ ها؟ سمعتي؟ لما تمشين في شو اسمه في الشارع يقولون لك شو اسمه عاوزه كشري؟ ها؟ صدق؟ هم كذا يتكلمون؟ ها؟ صح يعني؟ طيب طيب شربتي شاهي بالكشري؟ عمرك شربت؟ شاي ما اشرب انا. شاي كشري ما شربتي؟ ما احب ولا شاهيات. ما تحبين شاهيات؟ أحب الحليب واللبن بس. ما شاء الله، طيب وش فوائد الحليب؟ أشربه. فائدة للحليب، أعطني واحدة من الفوائد حق الحليب. ما جبت. طيب أنتِ مرة رحتي محل مكياج، أو كل مرة تروحين محلات المكياج شو تسوين؟ تدخلين المحل، بعدين لما تخشين في المحل المكياج والعامل ما يشوفك تاخذين المكياج وتحطين لك. لا ما أحط لك. ها. أبد أبد أبد. أبداً؟ طيب في فيديو عندنا يقول كذا. لو طلعنا الحين فيديو وانت داخله محل
وحطيتي مكياج لك. لا كذاب. وين طلعناها الحين؟ كنا طالع. طلع عادي؟ وين طلع؟ الحين طلعوا على الشاشة تشوفينه. ها؟ نطلع له فيديو؟ لا. طيب. طيب. اوكي يعني. يعني كلامي صح. ماني كذابة. في شيء كذاب. وشو مثل؟ ليش صدق على كل الناس؟ ليش اصدق على الناس؟ هذا كلام جاني. انا جاني كلامه، هذا الكلام اللي وصلني الحين من مين؟ وصلني الكلام هذا من اهلك، هم اللي ارسلوا لي قالوا كذا. انا ما جبت شيء، حتى الفيديو هم اللي جايبين لنا اياه الفيديو. قالوا اذا قالت لا عندنا الفيديو، راحت الاسئله. اذا قالت لا عندنا الفيديو، نطلع الفيديو عادي. طلع الفيديو ولا ما نطلع؟ كيف يعني يجي ياخذني البيت؟ ايه خلاص ما نطلع فيديو، ننسى الفيديو. اجلسي يا خوله. يلا هلا هلا. طيب انت ما تحبين تسبحين بالظهر صح؟ بالنهار؟ عشان لا انت بس ما تحبين تسبحين لما تروحين مثلا استراحة ولا البحر، ما تحبين تسبحين بالظهر. البحر خير. عشان ما يطلع لك تان يعني، عشان او ما تسوين تان. الا طالعين لي التان من زمان. طالعين تان. شلون التان؟ تعرفين التان انت وشو؟ وشو التان هذا؟ يعني البني يطلع فاتح. فانت عشان كذا ما تحبين تسافرين، ما تحبين تطبين في البحر في الشمس. في البحر. او في المسبح. في البحر. في البحر. البحر يعظم سمكة. يعطيك العافية. طيب ايش كلمة أخيرة تبي تقولينها؟ ايش؟ أي شيء تبي تقولينها، كلمة أخيرة للناس اللي تابعنا الحين، يلا. ايش يعني؟ اي حاجه تبي تقولينها، تبي توصين جدتك، ماما، لامك، تبي تقولين لهم حاجه، يلا قولي لهم. كيف اوصلهم؟ توصلينهم يعني كلمه تقولينها مثلا، شكرا يا ماما، ماما شكرا يا ماما جده، يعطيك العافيه. شكرا يا ثلاث جداتي، انتم ثلاث جداتي، احلى جدات في العالم. انت ما شاء الله عندك ثلاث جدات، فاصلين طبلون. ها؟ يلا اوكي. ها قولي لهم يلا. يلا بسرعة. خلاص؟ طيب تحية قوية للجوهرة، يعطيها العافية، كانت معنا اليوم في دردشة بنوتات، تحية قوية لها، ما قصرت معانا. يلا شكرا شكرا. خلينا نطلع. يلا بنات اسمع نشود، يلا مع نشود، يلا مع نشود، يلا أصايل، يلا. على الصوت على الصوت. نشودة وموقف وحكاية، نتعلم وننمي هواية، ونتابع كل الفقرات. بنوتات بنوتات.